انا عايزك تسلمها للمهندسة أميرة يعني في السكشن، او لل نورهان، مهندسة نورهان، او المهندسة نرمين. يعني التقارير تسلم في حد اسمه أمل بعت لي حاجة باين، واخدين بالكم؟ احنا كنا اتكلمنا على الاتنويشن والديستورشن والديلي والنويز، مش دي من ضمن المشاكل اللي هي بتعطلنا في الكوميونيكيشن او بتشوه الاشاره، مش كده؟ كنت عايز بس يعني احنا عرفنا التعريفات بتاعته وعرفنا كل جزء موجود بالتعريف ده، بس كنت طالب ان انت تجيب لي يعني سكتش، رسمه ازاي الديستورشن بيحدث وازاي الاتنويشن بيحدث وازاي النويز بتحدث في الاشاره. يعني انت هتجيب لي الاشاره قبل وايه وبعد، يعني قبل الديستورشن وبعد الديستورشن. افرض الاشاره اي اشاره، وتجيب لي الاشاره قبل الاتنويشن وبعد الاتنويشن. يعني مثلا هدي لك مثال هغششك حاجه كده. افرض ان انت مدخل ساين ويف على امبليفاير، انتوا فاكرين دايره الامبليفاير عباره عن ايه؟ حد فاكر؟ هو عباره عن، انتوا خدتوا الاوب ام ولا ما خدتوهوش؟ خدناه خدناه في السيركت. طيب الاوب ام عامل زي المثلث كده وله دخلين، دخل موجب ودخل سالب. الدخل الموجب دخل عليه مقاومه، والدخل السالب وصله بالأرض، واخد بالك؟ يعني الدخل الموجب هتدخل عليه مقاومة وتشدها كده في الإدارة، والدخل السالب وصله بالإرث الأرض يعني. وبعدين خد من إيه؟ من الدخل الموجب ده يعني مقاومة تانية ووصلها بالخارج. هنسمي المقاومة اللي اتصلت بالخارج ديت من أول من السالب من الموجب لغاية الخارج هنسميها ار اف، واخد بالكم؟ والمقاومه اللي هي من الموجب لغايه الانبوت هسميها مثلا ار ان. الجين بيساوي كام؟ سالب ار اف على ار ان، سالب ار اف على ار ان، مش كده؟ ايوه. حد يعرف يقول لي السالب جه منين؟ عشان الفيدباك نيجاتيف، عشان في الشيفت بين الانبوت والاوتبوت، بيدي في الشيفت 180 درجه. ال 180 درجه ديت بتتمثل باكسبوننشال اي اس سالب، يعني كانها بالظبط بتخش في الفيس شيفت. لكن لو انا خدت الماجنتيود او الجين بتاع الايه الاشاره، اللي هو طبعا الجين تعريفه هو عباره عن الخارج على الداخل. لو انت قسمت الخارج اللي هو الفي اوتبوت على الفي انبوت هيبقى عباره عن ار اف، بس خدها كماجنتيود ار اف على ايه؟ على ار ان. لو كانت ار اف اصغر من ار ان هيبقى الجين بكام؟ اقل من الواحد ولا اكتر من الواحد؟ اقل. اقل من الواحد، هنا اسمه اتنويشن. طالما ان الخارج اقل من الداخل، الجين بجزء او بكسر من الواحد، يبقى كده حصل اتنويشن. بدل ما كان داخل ساين ويف، طبعا لو انا اهملت الفيز يعني ما بسطلوش او السالب ده، هتبقى كأن الساين ويف حصل لها ايه؟ اتنويشن، يعني قلت. بس هل حصل ديستورشن في الاشاره؟ لا، ما حصلش ديستورشن، واخد بالك؟ ففي الحاله دي بنقول ايه؟ ان الساين ويف تخرج ساين ويف، كوزاين ويف تخرج كوزاين ويف، سكوير ويف تخرج سكوير ويف. بس كل ما هنالك ان الامبليتود بتاعت الجهود اللي عندك حصل لها ايه؟ قلت. والحاله الثانيه لو كانت الار اف اكبر من الار ان، في الحاله ديت بنقول ان الجين هنا اعلى من الواحد وبيحصل اتنويشن، بيحصل الامبليفاير، يعني تكبير فين؟ في الاشاره. بدل ما كانت الاشاره مثلا الجهد بتاعها بيساوي 5 ساين اوميجا تي مثلا، هتبقى كانها 10 ساين اوميجا تي، الضعف او حاجه. في الحاله دي بيحصل امبليفاير، واخد بالك؟ النقطة الثانية بقى، يعني شوف الرسمة، أنا عايز بقى إيه اللي أنا المثال اللي أنا بضربه ده بهدف منه إن أنا أقول لك عايز رسمة الدخل ورسمة الخارج.
وتقول لي ليه حصل الكلام ده موجود. النقطة الثانية برضو نفس الكلام، خد لي قول لي حصل ديستورشن ازاي في الإشارة، وإيه أسباب الديستورشن احنا قلناها، بس تديها لي برسمة سكتش. طب ليه أنا مهتم بالإيه بالسكتش دي والحاجات الرسمة دي؟ لأن احنا مهندسين، والمهندسين بيعبر على كلامه بالرسم، بالسكتش، بلوك دايجرام، سيركت دايجرام. بدل ما اقعد اتكلم كتير اعمل رسمة تجيب لي كل الحاجات اللي ايه اللي تخليني اعبر عنه. ونفس الكلام الديلي، طب يا ترى الديلي ده بيعمل ايه؟ حتى هو كاتب لك الدستورشن ديلي هو، يعني مثلا انتوا كلكم عارفين ان في حاجة اسمها ويف بروباجيشن، الاشارة. ساعات انا بسأل سؤال كده الاقي واحد منكم يرد عليا بعد فترة، او الصوت يروح لك بعد فترة عندي. في الحالة دي ايه؟ بنقول ده حصل ديلي في وصول المعلومة اللي عندك، لان صوتي او صورتي او الباور بوينت اللي معروض ده في النهاية هي عبارة عن فيزيكال كوانتيتي، الجهاز بتاعنا او الدائرة اللي احنا بنشتغل بها دلوقتي بتحولها الى ايه؟ الى انتوا عارفين ازاي عملية الباور بوينت راحت عندكم؟ فاهم الفكرة دي بتمشي ازاي؟ يعني ازاي اللينك ده حصل؟ المعلومات اللي عندها هي موجودة على الايه؟ على الجهاز بتاعي راحت عندكم. دي عبارة عن صورة مش كده؟ اللي قدام مني دي. واخد بالك؟ وممكن يبقى صوت بتاعي برضو اللي طالع عندي ده راح عندكم. حد يعرف يقول لي بيوصل عندكم ازاي؟ علميا كده؟ حد يعرف؟ ها؟ شباب من الصوت مثلا بيخش على المايك وبيتحلل اشارات 01 واللي هي خلي بالك دلوقتي هو بيخش على المايك بيبقى 01 يعني انت 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 مثلا لو انت في الكاسيت كده في العربيه بتاعتك، لو انت راكب عربيه او اي مشروع ما عندك اللي انت بتركبه ده، بتلاقي الراجل مشغل كاسيت كده بيغني، بتلاقي كده عنده لو عنده ايكولايزر في العربيه بتلاقي حاجه زي ايه إشارة كده عاملة زي طلعة نازلة كده موجودة. الإشارة دي أنالوج ولا ديجيتال؟ أنالوج، لأنها عاملة زي الإيه؟ زي الإشارة العشوائية كده اللي طلع. وخبرك هو بس المايك اللي أنت بتتكلم فيه ده، ده اسمه سنسور أو ترانسديوسر، حول من الفيزيكال كوانتيتي اللي هو الصوت إلى إلكتريكال كوانتيتي اللي هي إيه؟ إشارة كهربية اللي عندك. بس ما زال ستيل إيه؟ أنا لك لسه ما عملش إيه؟ 01. بس تحول 01 ازاي؟ من الماشين لانجوج بقى تبع الجهاز اللي هو شغال عليه. بس ماشين لانجوج ايه بقى؟ خلينا في الماشين لانجوج ايه بس، خلينا مش هي انالوج. لازم اعمل فيها ايه؟ لازم احولها الى سامبل، اقطعها الاول. انت خدتوا حاجه مع السامبلنج، هقول لك بعد شويه ايه بقى السامبلنج دي. يعني هدي لك مثال صغير كده. لو انت في السوبر ماركت وانت عايز مثلا، عفوا، انت رحت تجيب مثلا ايه كيلو من الجبن، جبنه بيضه او جبنه اي نوع من الجبن اللي موجود. عارفين الجبن؟ ها؟ ايوه الجبن. ايوه يا دكتور. بتعرف توزن الجبنه ديت في الميزان صح؟ طب افرض ان انا عايز اجيب زيت، عبوة الزيت عندك ما ايه ما يعني متاخده ومحطوطه، لكن في كان زمان برميل زيت كبير كده اخد منه كيلو زيت ازاي؟ افتح الحنفيه واخد شويه زيت واوزنهم صح؟ ردوا عليا عشان اعرف انكم متابعين. ايوه او لو في حاجه معينه لما باخد الزيت ده كأني باخد عينة وإيه وأقطعها وبعد، لكن أقدر أوزن كيلو زيت وهو الحنفية مفتوحة على طول بتاع الزيت وأنا بعبي مثلا في إيه، في أي بوكس أو في أي طبق أو في أي حاجة، أعرف أوزن كيلو زيت من غير ما أخد شوية وأوزنهم؟ هذا صعب. لازم حكاية الزيت اللي نازل من الحنفية ده، دي اسمها أنالوج سيجنال، كونتينوس سيجنال، شغاله على طول. لكن دلوقتي هم في السوبر ماركت خدوها قطعوها وعملوها عبوات، يبقى هو قطع الكيلوات او 2 كيلو او ايه
whatever بقى اللي يطلع عندك اللي موجود، يبقى اقطع. فانا عشان احول الاشاره بتاعتي الى كميه ايه ثابته او كميه عينه لازم اقطع الاول. اقطع يعني اخدها الاول، ودي دايره اسمها دايره السامبل اند هولد، وكلمه سامبل يعني اقطع العينه وامسكها شويه لغايه ما تتوزن، خد بالك. ادي هولد، هولد يعني امسكها شويه. وبالتالي الاشاره اللي هي الكونتينوس اللي طالعه اللي موجوده ديت عشان احولها ديجيتال الاول لازم الاول ايه اعمل لها سامبلنج اقطعها. وبعدين الناس اللي شغاله في المجال ديت بدل العينات دي ما بعتها وحولها الى ديجيتال زي ما انت بتقول وبعتها في الكمبيوتر هتشتغل في اريا صغيره، لان الاشاره الديجيتال البروباجيشن بتاعها في اريا صغيره، لكن الانالوج بتمشي الاف الاميال، خد بالك. الاشاره الانالوج بتمشي في الاف الاميال. ليه؟ لان هي انت البروباجيشن مرتبط بالتردد، التردد المنخفض يمشي في ديستانس قليله، التردد العالي بيمشي في ديستانس كبير. بدليل، بس خلي بالك ودانك ما بتسمعش الا التردد اللي ودانك تسمعه، فاحنا ما بنسمعش الا من 20 سايكل بير سكند او 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز بير سكند. اعلى من كده ما اسمعش واقل من كده ما اسمعش. فالمشكله ان انت واحنا قاعدين مع بعض كده في مدرج ولا حاجه هتسمعني واسمعك، لكن هل يعني حاليا لو مذيع مثلا او مذيعه بتتكلم وشغاله في الايه في مسبيرو او حاجه في الجماعه اللي هم بيعملوا ترسيمات للاشاره، هم قاعدين دلوقتي وبعدين بتقرا النشره او نشره الاخبار وبتتكلم بصوتها العادي، الناس اللي في الاستوديو معاها سمعينها، لكن انا عايز اخلي الناس اللي في ايه اللي في كل مناطق مصر والمحافظات الاخرى تسمع. اقوم اعمل ايه؟ احمل صوتها على ايه؟ على كارير. الكارير ده اللي هو بيخلي التردد بتاعها بدل المكان في الرينج بتاع من 20 سايكل بير سكند الى 20 كيلو، لا ممكن ارفعه اخليه لغايه اكتر من ايه من 10 او 20 كيلو او اكتر من كده، وحملها على الكار اللي احنا بنسميه الاي ام والاف ام والفيز موديليشن. يبقى اذا وظيفه دول ايه؟ ان هو برفع تردد الاشاره اللي انا عايز اسمعها او عايز ابعتها عشان تمشي الاف الاميال. طب بس اما تجيلي بقى عندنا هقدر اسمع الاشاره اللي هي ترددها عالي قوي ده ولا ما اقدرش اسمعها؟ رد عليا. هي دلوقتي كانت شغاله مثلا في 4 كيلو الاول كنا سامعينها، اتبعتت على الاي ام او الاف ام على تردد 100 كيلو، جات لي في بيتي او جات لي في المدرج او جات لي في اي مكان، هقدر اسمع ال 100 كيلو؟ لا مش هقدر، لازم اعمل لها ديموليشن. ما اقدرش بقى اسمع ال 100 كيلو ليه؟ لانها خارج نطاق الاوديو، خارج نطاق ودني، ما بسمعش اكتر من 20. اقوم اعمل ايه؟ اعمل جهاز اخر ينزل الاشاره الى الرينج بتاعي اللي بعمل فيه الديموليشن بقى، اللي هي بيسموها ساعات الديتكتور. وكلمة ديتكتور يعني أنا بديتكت الإشارة بتاعتي اللي عايز أسمعها. وعشان كده بنقول إيه؟ إن ظاهرة الإيه؟ الجان حقيقي. ليه؟ لأن الجان بيتكلم بتردد أعلى من ودنا، وإحنا ثبتنا دلوقتي علميا فعلا إن المذيع حوالينا دلوقتي ومش سامعينه، واللي قارئ النشرة معانا ومش سامعينه، واللي بيقرأ على السي إن إن برضو عندنا مش سامعينه، واللي في اليوم السابع بيتكلم إحنا سامعينه لأن التردد بتاعه أعلى. لكن جهاز الراديو بتاعي اللي أنا عندي في البيت أو جهاز الكاسيت هو اللي بيعمل لي الإشارة، بيرجعها لي تاني في الرينج اللي أنا إيه. نفس الكلام اللي بيتقال على الأذن بيتقال على العين برضو، عينك تشوف رينج معين من الايه من الاشاره، والعين برضو ما تشوفش الرينج التاني. فده الايه الحاجات اللي احنا بنقول عليها بتاثر علينا في كل اللي موجود. طيب الحاجات اللي انا بقولها ديت مش هي بيحصل لها بروباجيشن، بتنتشر، بتمشي من وسط لوسط،
ممكن تبقى عن طريق أنتنة، ممكن تكون عن طريق ويف جايد، ممكن عن طريق كابل، فبيحصل لها ما يسمى بالديلي أو الدستورشن. أنا عايزك بقى تمسك الإشارة كده وتبحث كده في إيه وتقول لي أهو الدستورشن عمل إيه في شكل الإشارة. يعني لو أنا وخلي بالك يعني كلنا عارفين إن الزيرو والون ما دي لوجيك، يعني كلمة زيرو أنا عندي إشارة بتطلع لي 1 وتطلع لي 0، ما فيش حاجة اسمها 0 و 1، ده لوجيك، ده لوجيك زي لون موجود ما فيش لون، الدنيا مطفية الدنيا مولعة، في أون وفي أوف، لكن هي بتبقى عبارة عن 5 فولت أو 15 فولت. بالك ال 5 فولت إمتى وال 15 فولت إمتى؟ حد يعرف؟ المعلومات اللي أنا بقولها لك دي تدرستها في كورسات أخرى. امتى يبقى الواحد 5 فولت وامتى الواحد ممكن يبقى 15 فولت؟ الايديال وال لا فكر شوي. هل انتوا خدتوا حاجه اسمها الموسفت في الالكترونيات؟ خدنا الموسفت ايوه صح كده. وخدتوا حاجه اسمه بدل الموسفت، يعني هنشيل كلمة الايه الفت ديت، الفت طبعا اختصار فيلد افكت ترانزستور، وهناخد الموس بس ونحط جنبها سي، بقت سي موس. سمعتوا عن السي موس والتي تي ال؟ لا تي تي ال، تي كابتل، تي كابتل ال كابتل، والسي كابتل والام كابتل والاو ايه والاو كابتل والاس كابتل. طيب ممكن تكتبوا الحتة ديات معاكم، اكتبها بس نوت عندك كده، تي تي ال وكلمة سيموس. انتوا عارفين الاوبريشن امبليفاير؟ الاوبريشن امبليفاير يعتبر انالوج انتجريتد سيركت ولا ديجيتال انتجريتد سيركت؟ هو طبعا انتجريتد سيركت، بس انالوج ولا ديجيتال؟ انالوج. انالوج ليه؟ لان الدخل بتاعه اللي بيخش انالوج، ولانه بيتغذى من جهد اسمه زائد وجهد تاني اسمه ايه سالب، يعني زائد في وسالب في، يعني بيطلع لي دخل ساين ويف يطلع لي ساين ويف، سكوير ويف يطلع كده. طب حتى دي اسمها فعلا كلامك مظبوط انالوج اي سيز. طيب ممكن تقول لي حاجه تانية غير الاوبريشن امبليفاير برضو انالوج اي سيز احنا درسناها؟ درستوا حاجة اسمه الكمبراتور؟ الكمبراتور ده تبع الاوبريشن، يعني هو الكمبراتور اللي هو بيكمبير اتنين انبوت، يعني بيشوف اتنين انبوت داخلين، اللي هو اللي عندك داخل على الاوبريشن امبليفاير في انبوت على السالب وانبوت على الموجب، بيدخل الاتنين الاكبر من التاني يطلع، اذا طلع السالب اكبر من الموجب يطلع الاشاره بالسالب في الخارج، اذا كان الموجب اكتر من السالب يطلع الاشاره ايه، يعني ممكن تطلع لك هاي ولو حسب ما انت عايز. ده اسمه الكمبراتور. وعلى فكره لو انت فاكر الاوبريشن امبليفاير كان له علاقه بين الاي ام الفي انبوت والفي اوتبوت، كانت شكلها ايه فاكرين؟ اللي هي الكاركترستيك بتاع الاوبريشن امبليفاير اللي هي علاقه الفي او اجينست الفي ان، كان بيطلع كده خط كده لينير وحاجه ساتوريشن من فوق من موجب وسالب، صح؟ ايوه. الجزء اللينير ده اللي هو الخط اللي هو العلاقه الخط المستقيم اللي في النص دي بيسموها منطقه اللينير. ليه؟ لان دي المنطقه اللي بيشتغل فيها الايه الاوبريشن امبليفاير كامبليفاير، لكن الساتوريشن الخارج ايه، يا اما زائد في يا اما سالب في، صح؟ تمام. كلمه زائد في او سالب في يعني بيكمبير الانبوت ده ومع ده. يبقى انت لو خليت الجزء اللينير ده صغير جدا خالص ما يبقاش مساحته كبيره، بيتحول الاوبريشن امبليفاير الى ايه، الى كومبارتور. برضو الملتبلاير، سمعتوا حاجه اسمها الملتبلاير؟ كل الحاجات اللي انت درستها يمكن لغايه دلوقتي ممكن تكون انالوج اي سيز. طب ايه الديجيتال اي سيز بقى اللي هي الجيتس الاند والاور والاكس اور
والاكسكلوسيف اور والنيجيشن بتاعها والفليب فلوب. خدتوا الفليب فلوب اللي بتعملوا منها الكاونتر والريجستر والميموري بتتعامل من الفليب فلوب؟ خدتوها؟ ايوه بس كنت في اولى كهرباء يعني عدى اكثر من سنه. خدتوها كايه بس خدتوا الارقام بتاعتها؟ فاكرين رقم كده من الارقام بتاع الايسيز كانت بادئه ب 74. هو ما خدناش ارقام. مش انت خدتها في المعمل؟ مش لا احنا كنا بناخدها ماده نظريه. مش جبت اي سيز كده وركبتها؟ ايه؟ لا كانت ماده نظريه يا دكتور مش ملها معمل. ايوه. طيب ايه رايكم يعني اعمل ريفريشمنت كده لك؟ مش انت خدت الاند والاور والاكس اور؟ ايوه. تمام. وخدت النيجيشن بتاعهم. يعني ايه النيجيشن؟ يعني الاند النيجيشن بتاعها ناند والاور النيجيشن بتاعها ايه؟ نور. والاكس اور النيجيشن بتاعها اكس نور. برضو عشان نعلش كده معلوماتنا ونخلينا نبقى شطار. ليه بقى في الحاجات دي ما بقى شاطر كويس؟ عشان اما اجي اعمل مشروع او اعمل بروجكت اتعرض للكلام ده، اشتري الاي سيز وافحصها وايه واعرف ازاي بتوصل. دايما جوه المعامل بيحبوا يشتغلوا بالايه؟ بالنيجيشن، يعني بالناند بالنور والاكسور. اما في النظري بنشتغل بالاند والاور والاكسور. حد يعرف ليه؟ ما حدش عارف ليه، واخد بالك؟ عامه يعني انا بس عايز اقول لك ان الديجيتال اي سيز ديت اللي هي قلنا عليها الايه، الاند والاور والاكسور والكاونتر والحاجات دي موجوده بال 74. السيموس بقى، السيموس اللي انا قلت عليه، على فكره الاي سيز اللي انا اتكلمت عنها اسمها تي تي ال، يعني من جوه بتشتغل بالترانزستور. كلمه ترانزستور، ترانزستور لوجيك، هذه معنى كلمه تي تي ال. اول تي ترانزستور، التي الثانيه ترانزستور، التي الثالثه ايه؟ لوجيك، واخد بالك؟ وكنا بناخد يا دكتور برضو استخدام الترانزستور في الاند والاور برضو. ايوه برافو عليك. بس دي اسمها ايه بقى؟ ديسكريت. كنا بنسمي دي ايه؟ ديسكريت. ليه ديسكريت؟ لان الترانزستور والمقاومات والحاجات اللي موجوده، لكن لما تكون بقى ايه زي اوبريشن امبليفاير كده موجوده، فكنا بن ايه بن عايز اعرف بس احنا سجلنا ولا ايه؟ احسن ما نكونش بنسجل. شغالين ريكورد اهو، جهاز ستارتد اهو، ريكورد صح. دكتور في حد بيسجل؟ تمام. بس طيب عرفنا بقى الايه الجزء ده. يبقى انت لما تكون عامل الاي سيز مصنعها من الترانزستور تتغذى ب 5 فولت. يبقى كلمة 5 فولت امتى؟ لما تكون الاي سيز مصنوعة منين؟ من الترانزستور. خلاص. طب هل ممكن الاي سيز تتصنع من ايه؟ من حاجة غير الترانزستور؟ ايه بقى اللي هو احنا عليه قلنا عليه السيموس. السيموس اختصار كلمة كومبليمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، اللي انت خدتها ايه؟ موس، اللي هي الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. ديت بتشتغل بجهد كام؟ قدره 15 لغايه 15، يعني ممكن يشتغل من 5 برضه، بس ممكن تزود لغايه ما تصل ل 15. بس ميزه السي موس ان الكرنت فيه، مش ميزه بقى عيب، اول حاجه هي حساسه، يعني اي جهد حتى لو الالكتروستاتيك تشارج اللي في ايديك ممكن تحرق الايه الاي سيز دي، اللي هي الإشارات الكهربية اللي في إيد البشر أو في جسمه أو يلمس. عشان كده تلاقي الناس المعتاد بتبيع المكون ده تلاقيه حطها لك في ورقة كده فويل بتاعة المشويات اللي هي زي لون الفضة دي، عشان تحميها من إيه؟ من إيديك. وأغلب الناس اللي بتشغل في الكلام ده تلاقي عاملة زي الإيه، مركبة حاجة زي واير كده حوالين المعصم بتاع الإيد مربوطة ومتصلة بالأرض، عشان أي شحنة في جسمك إيه؟ تتصل بالارض ما تحرقش الاي سيز. طب هل هي فيها ميزه عن تي تي ال بدل ما انا بحترس كده في حاجات كتيره؟ ان هي حساسه جدا للجهود والاشارات المنخفضه، وبالتالي بتنفع اما اكون عايز ايه اشتغل في حاجه اكيوريت، حاجه دقيقه،
السيموس، لكن بما ان الطالب بتاعنا لسه طالب مش متعلم او عندوش خبره، فبنخليه يشتغل في التي تي ال دلوقتي على اساس ان هو بعد ما ياخد خبره ويبقى استاذ يبقى بعد كده ايه ياخد السيموس، لان السيموس اسرع واحسن وادق. فهمتوا حاجه؟ دي حته كده ايه. والنويز نفس الكلام، اتفقنا على الكلام ده. انواع النويز، السيرمان نويز اللي عندنا، يعني ايه سيرمان نويز؟ يعني نتيجه تخسير تسخين العنصر بتاعك الديفايس سواء كان ترانزستور او ديود او اي حاجه، طالما بقى فيه ايه مصدر حراري بيطلع منه نويز. كلمه بيطلع منه نويز تخلي بالك يعني اداؤه قل، اداؤه قل. ادي لك مثال، هل في نويز بتطلع يعني؟ لا، ده اداؤه قل، فلما اداؤه بيقل بنعتبر ان ده كان في نويز بوظت الاشعار. لو انتم مثلا كلكم لا قدر الله يعني، او انا يعني سخنت او جالي دور سخونيه جامده، هل ادائي هيبقى كويس؟ هعرف ادي محاضره كويس؟ هعرف الريسبونس بتاعي يبقى جامد؟ هعرف اكل كويس؟ اعرف اشرب كويس؟ اتمشى شويه؟ اذا اي حاجه بيسخن بيبقى مش طبيعي، فبيبقى اداؤه قل. طالما ادائك قل يبقى كان بالظبط انت شويت الايه الاشاره. فهمتوا كده؟ ادي سيرمان نويز. كلمه انتر موديليشن نويز، دي بقى النويز اللي تبقى ايه داخله في اي ديفايسز بتحطه. وخلي بالك ان كل ما تحط عناصر الكترونيه كتيره في الدايره فانت بيحصل لك فقد في الايه، لانه هو في الاخر العنصر اللي بتحطه ما هو عباره عن لو ايكويفالنت سيركت، له مقاومه ولو مكثف ولو مش عارف ايه، فكل الحاجات دي كلها بتاثر في الدايره. خد بالك، وحط لك مثال، مثلا لو انت عندك 5 فولت دخلوا على مرحله معينه، بعد شويه بيبقوا 4 فولت، بعد شويه بيبقوا 3 فولت، بعد شويه يبقوا 2 فولت، يوم يحصل لهم الديكي. طب راح فين ال 2 فولت وراح فين الجهود اللي قلت ديت؟ فقدت في الريزيستنس المكافئه لهذا البلوك، لان كل واحد له ايه يكافئ بمقاومه في الاخر يعني. والمقاومه احنا عارفين ان الباور اللي ضايعه في المقاومه تعتبر ديسيبيتد باور، لكن الباور اللي ضايعه في المكثف او الكويل دي باور بتتخزن. واخد بالك؟ يعني ما هياش مفقوده يعني، انما الديسيبيتد باور هي الايه هي المفقوده. طيب ايه بقى كلمه الكروس توك ده؟ الكروس توك كلمه توك يعني ايه؟ هي ال اللي هنا سايلنت يعني كلام، يعني تداخل الكلام الاشارات اه يعني الاصوات طالعه او حاجه، وتداخل الكلام يعني طبعا ما فيش تداخل، ما فيش كلام هنا، هي تداخل الاشارات يعني، يعني مجرد ان انت ايه حاجه تانية دخلت من عندك ايه. وطبعا لو يعني خلي بالك انت في النهايه انت بتشتغل في باند معين او فلتر لو باند، اي اشاره ترددها داخل هذا البند يعدي. واخد بالك؟ اي حد، عشان كده عيب الامبليفاير ان هو بيكبر الاشاره وبيكبر النويز كمان، يعني لو في نويز لان في نفس البند بتاعه. الامبلس بقى نويز اللي قدام منا ديت الاشاره بقى اللي تطلع زي الوميط كده وبتطلع فجاه، ودي اخطر انواع النويز اللي عندنا، لانك انت ما انتش عارف لها ايه مصدر، ولا عارف تعمل اكسبكتيشن لها، توقعها فين اللي موجود اللي قدام منا. واخد بالك؟ ادي معنى كلمه الايه انواع النويز. هل انت يعني تحب تجيب اكتر معلومات ولا هتكتفي باللي انا مديهولك بس؟ انتوا من نوعيه الايه، من نوعيه ان انت بتحب ايه يعني، هو في حاجه في العلم كده ان يقول لك ان الكورس ان الدكتور بيدي حريه للطالب ان يطلع على مصادر اخرى غير الايه المعلومه اللي هو بيديها له. دي اسمها ايه يعني، اللي انا العك اللي انا بقوله ده والورق اللي انا بديهوله، انتوا سامعين صوت الشغل ده ولا طلع عليكم؟ يعني حاجه بسيطه قد ايه يعني، انزل اتعارك مع الناس دول ولا مفيش داعي؟ على حسب بقى، انت عايز تودينا شر اعمال ايه؟
هتبقوا ناس خلاص. يعني انت عايز تنزلنا الضرب يعني واطلع؟ قوم على الفطار يا دكتور. الفطار. لا بيقول لحضرتك انا قايل لهم بعد الفطار ما تشتغلوش بعد الفطار او اشتغلوا للصبح. اعزمهم انت على الفطار بقى يا دكتور. ايه؟ اعزمهم على الفطار. عزم ايه يا عم؟ ده حاجة يعني حاجة مقرفة يعني صراحة. مفروض يعني الحاجات دي ما تبقاش كده بال، بس هتعمل ايه بقى؟ هذه هي بقى. طيب انا هحاول كده ايه بقدر الامكان يعني استخدم المايك ولا حاجه، بحيث ان ايه دي تعتبر ايه بقى نويز دي؟ النويز دي اي نوع من انواع النويز اللي احنا خدناه اللي هي الصوت اللي طلع ده؟ كروستوك. كروستوك، برافو عليك، كروستوك. يبقى دي ايه شخص تاني. ليه بقى؟ لانه دخل في نفس البند بتاعنا، فدي نوع من انواع النويز اللي ايه اللي موجوده. طيب هو هنا يعني قال لك ايه السيرمان نويز، وراح مسماها وايت نويز اللي هي اللي قدام مني دي. طبعا انت عارف ليه سماها وايت؟ انا قلتها قبل كده يا رب كل لسه فاكرين. فاكرين الباور بتبقى ثابته مع تغير التردد. برافو عليك، الباور ثابته مع تغير التردد، يعني يقوم علاقة بين الباور وبين الفريكوينس لها خط مستقيم. طبعا على فكرة ده كده فرض، يعني احنا بنفرضه عشان لما نيجي نعمل تحليل رياضي يبقى في الاخر ايه يبقى سهل عندي في التحليل. وشرح لك انها ايه، ان المقاومة دي ان النويز ديت دالة في درجة الحرارة، عشان كده سموها ايه سيرمان نويز. الانترميديت نويز قال لك اللي عبارة عن ديفرنت فريكوينسز بتخش في ايه في نفس الايه التردد، يعني زي التداخل كده، واخد بالك؟ وبتبقى من ضمن البلوكس اللي انت بتشتغلها. وكلمه انترميديت او انتر موديليشن يعني داخليه، كانها بتعمل موديليشن معاك. بص انا عايز افهمك كلمه الايه، يعني ايه كلمه موديليشن يا اولاد؟ يعني اشاره اسمها ام اوف تي مع كارير، صح كده؟ ايوه. اشاره اللي هي ايه نويز مع كارير. طب لو كانت النويز ديت هعتبرها ام اوف تي وانا عند الكارير، مش هتعمل موديليشن معايا؟ صح. تمام. ايوه تمام. يعني هو مصدر النويز ده اشاره، والاشاره الام اوف تي اللي هي اليوسفل سيجنال بتاعتي اشاره بيعملوا مع الكارير موديليشن، فالنويز برضو مصدر عشوائي طلع غصب عني هيعمل مع الكارير ايه موديليشن. فعشان مو بقى يسموه انتر موديليشن، يعني داخل جهازك، داخل شغل، يعني الموديليشن بتاع النويز الداخليه اللي هي مصدرها عندك موجود، واخد بالك؟ وادي معناها في الجزء الثاني. النويز بتاع الكروستوك اتكلم عليها برضو، احنا قلنا عليها قبل كده، وهي تبقى موجوده ايه في العز تريست بير والحاجات اللي موجوده تويستد بير، دول اللي هم الكابلات اللي انتوا خدتوها والكابلنج اللي بين اشاراته بعضها. حد كده شاطر يقول لي ازاي امنع الكروستوك؟ يفكر لي كده. اسيبها كده زي حاجه تفكروا فيها وتقولوا لي، يعني خلاها زي تاسك كده عندنا نعمل الايه الكروستوك ده. يقول لي المصدر بتاع الكروستوك معانا، خبرك عزل الاسلاك. يعني هو عزل الاسلاك ماشي، بس هو الفكره هقدر اعزل كل الاسلاك؟ وهي الاسلاك يعني الكابل بتاعنا بتاع الاسلاك ده، هل يعني العزل ده يفضل طول عمره كده ما يمرش؟ ده هو له حد معين من الايه من الترددات، لكن برضو ممكن يعدم العازل. هو بيحاول دايما كل عزل من دول له فريكوانس معين لغايه حد بتاعه. مهندسه اميره ما دخلتش برضه؟ ها؟ ما دخلتش هنا برضه. نديها كده زي تاسك كده عندنا نفكر فيه. How to reduce crosstalk noise اللي موجود. حد كده يفجر ويعمل ايه؟ ممكن احط فلتر يمنع لي الترددات اللي انا مش عايزها.
بص كده خلي بالك يعني ايه، يعني هي كروس توك ديت هتدخل هتدخل، مش انت ساعات كده تمسك التليفون تلاقي حد معاك، لو عندك تليفون كده لاسلكي حتى بالذات تلاقي كده سامع حد تاني بيتكلم في الخط معاك، يعني استقبلت نفس الصوت بتاع واحد غريب او اللي موجود ايه قدام منك اللي موجود. ممكن الفريكوانسيز اللي اشتغلت تبقى متباعده، يعني في ناس تقول لك مثلا يعني اعمل فلتر مثلا دقيق يا دكتور وهي عباره عن اكيوريت وحاجه زي كده موجود، واحد تاني يقول لي انا هعمل عازل يعني بحيث ان ايه ان انا ابقى عندي بفر، وكلمه بفر اللي هو عامل زي المثلث بتاع الاوبريشن امبليفاير كده بس داخل له انبوت واحد وخارج انبوت واحد اوتبوت واحد، عارفين الرمز بتاعه؟ هو عامل زي الدايود بس ما فيش داعي للشرطة اللي بالعرض ديت اللي موجود، او عامل زي الانفرتر بس من غير الدايرة اللي ايه اللي قدام المثلث دي، اسمه بافر، والبافر اللي هو يعني بيوصل في اتجاه واحد بس، خد بالك، لان ساعات الاشارة بتاعتك نفسها يعني ما يبقاش في مصدر خارجي يعمل معاك كروس توك، هو نفس اشارتك تحصل لها كروس توك مع نفسها. ازاي؟ مش في حاجه اسمها الايكو؟ الايكو اللي هو ايه دي بتاعت اشعه القلب دي تقريبا اشعه ايكو. طيب هو بس انت مش انت ساعات كده تتكلم كده وتلاقي صوت تاني يرجع لك تاني صوتك يرجع صدى الصوت اللي هو صدى الصوت مش كده؟ بصوا انتوا خدتوا حاجه في البروباجيشن، يعني خدتوا حاجه في انتشار الموجات بندرس فيها مش عارف زي كده، ما خدتوا حاجه اسمها انسيدنت ويف اللي هي يعني موجه السقوط او الانسيدنت اللي هي المبعوثه، وحاجه اسمها ريفلكتد ويف الرجوع، يعني الاشاره تروح وترجع لك. ها؟ لا ما سمعتش حاجه زي كده. ما سمعتوش حاجه زي كده. طب سمعتوا حاجه اسمها الماتشنج؟ يعني في نوع من انواع الاوبريشن امبليفاير انت درسته ممكن استخدمه كماتش، هل الكومن كوليكتور ولا الكومن بيز ولا الكومن كوليكتور؟ الكومن كوليكتور. جدع يا ولد، صح. يعني ايه ماتش بقى؟ عشان ما يحصلش اول حاجه الكومن كوليكتور ماتش، يعني الجين بواحد، يعني لا بيكبر ولا بايه ولا بيصغر، الجين بواحد صح تقريبا، يعني الجين بواحد. طب ايه لازمته بقى اذا كانت الاشاره هتخش من مكان وتخرج نفس الكلام، ايه لازمته؟ ما كنت عملت سيت الباور المفقوده دكتور، لازم انا اخلي المقاومه اللي شايفها الدائره الاولى تبقى هي المقاومه الاوت بتاعها، يعني ما تفسرها لي شوي. يعني انا عندي دايره مثلا مقاومه الحمض بتساوي مقاومه الصوص. مقاومه الايه؟ الحمل. الحمل اللود يعني اللود يعني اللود ريزيستنس، اللود ريزيستنس تساوي ايه؟ مقاومه الصوص. طب انا اقول لك حاجه صغيره، انتوا كلكم طبعا عارفين السباكه، كلكم سباكين طبعا صح؟ طيب لو عندك ماسوره واسعه وماسوره ضيقه عايز الحمهم مع بعض اعمل ايه؟ اجيب كوع صح؟ الكوع بقى ايه؟ اوصل الكبير بالكبير والصغير بالصغير صح؟ يبقى لها انبوت امبيدنس عاليه مثلا واوتبوت امبيدنس صغيره، اربط الصغير بالصغير والكبير مع الكبير، يبقى انا عملت ماتشنج، عملت ايه؟ ماتشنج بين الاثنين، وده اللي بيسموها الامبيدنس ماتشنج. وعلى فكره هي نفس فكره الماكسيمم باور، النظريه اللي انت خدتها في الكهرباء كنت بتاخد نورتون وسيفنن والسوبر بوزيشن وحاجه اسمها الماكسيمم باور. امتى بتحدث الماكسيمم باور؟ يعني الماكسيمم باور خدت النظريه دي في الكهرباء، خدتها ايوه الماكسيمم باور بتبقى المقاومه الداخليه للسورس بتساوي مقاومه الحمل. جدع، مش هي دي نفس الماتشد؟ اه هي. والماكسيمم باور احنا قلنا عليها الايه؟
الباور بتاع الانبوت على 2 وخدناها على 2 ليه؟ حد عارف ليه نص الباور دي الماكسيم؟ حد عارف ليه؟ لان اي على جذر 2 في اي على جذر 2 او في على جذر 2 في اي على جذر 2، لان الباور بتساوي اي في في، جذر 2 على جذر 2 يبقى الفي في الاي على 2 يبقى نص الباور. شفت العلم دخل في بعضه ازاي؟ يبقى نقدر نقول ان الماتشنج اللي احنا بنعمله ده عشان ما يحصلش ريفلكتد للصوت. عارف لو ما فيش ماتشد جزء من الاشاره هينعكس، لان يعني كلمه ينعكس يعني ايه؟ يعني ترجع للمصدر تاني، يعني اللود ما استفادش. يعني كان مدخل مثلا 5 فولت راح هناك جزء منهم رجع لي، يبقى خد 3 بس. يبقى امتى ما يحصلش ريفلكتد للجوجا؟ اما بيكون ايه ماتشد، في ماتشد مفيش فقد ايه في الايكو ده موجود. طب ما نقدر استخدم بقى العناصر الضوئيه اللي بتبعت الضوء في اتجاه واحد وما بتبعتش العكس، مش ده نوع من انواع البفر؟ يرسل من الايه من الترانسميتر للريسيفر وما يبعتش من الريسيفر للترانسميتر. هو في عادي، وعلى فكره اللي بينعكس بينعكس على المصدر، يرجع تاني ايه يعمل ديستورشن او بيعمل كروس توك لشتوك. في ديفينيشن تاني على فكره، الحاجات اللي انا بقولها دي كلها هتيجي في الاخر لك على هيئه السؤال رايت شورت نوتس اون ذا فولوينج. يقول لي مثلا وات ذا مينينج اوف كذا، الباور والكروس توك والنويز والمش عارف ايه، الحاجات دي كلها نظريه ممكن تتسال فيها، واخد بالك؟ طيب واحنا بنتكلم على كوميونيكيشن سيستم بنتعرض للتشانل، ايه معنى كلمه التشانل كاباسيتي؟ تعريف اخر اهو، احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت برضو، خلي بالك بس، انا بس بفكرك تاني كده ماشي كده. وعرفت يعني ايه باندويتس؟ حد عايز يسالني في حته دي في حاجه؟ الداتا ريت او البيت ريت الاثنين واحد، هو النمبر اوف بيت بير سكند، بس انا ما كنت شغال ديجيتال. التشانل كاباسيتي اللي هي اكبر باندويتس ممكن يشيل فيه معلومات، مش كده؟ اللي ايه نقدر نقول ان هو عباره عن اكبر باندويتس او اكبر حيز او اكبر باند او ريت اقدر ايه احمل فيه القناه اللي موجوده، واخد بالك؟ على فكره انت في الامبليفاير خدت ازاي تحسب الباندويتس، فاكر لما قلنا اف 1 ناقص اف 2 اف 2 ناقص اف 1، مش كنت بتعمل علاقه اللي هو بتعمل حاجه اسمها الفريكوينسي ريسبونس، او بتعمل حاجه اسمها علاقه الجين بتاع الامبليفاير اجينست الفريكوينسي، وكنت بتيجي على واحد على جذر 2 من الجين عند النص وتقطع الايه الكيرف يطلع لك اف 1 واف 2، تطرح اف ايه 2 من اف 1. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ايوه، واخد بالك؟ طب بنجيب على واحد على جذر 2 او ساعات يسموه 3 ديسيبل اللي هو 3 دي بي عشان احسب الباندويث اللي موجود اللي هو فيه سالب ايه اللي هو سالب 3 ديسيبل اللي هو في النهايه هو عباره عن الباند اللي اقدر استقبل باور فيه ما تقلش عن الايه عن النص اذا كنت بتكلم عن باور، او واحد على جذر 2 لو انا بتكلم على ايه على جين سواء كان كارنت او فولت. واحد على جذر 2 كانه فولت او طيار، او عباره عن نص لو انا شغال على 3 ديسيبل بقى اللي احنا قلنا عليهم مش عارف. والايرور الايرور ريت ده برضو المعلومات. خلي بالك انا ايه، انا في المحاضره اللي فاتت ديت او اللي انا بقولها دلوقتي انت بتتكلم على ديجيتال ترانسميشن وانالوج ترانسميشن. انالوج ترانسميشن يبقى شغل موديليشن بتاعنا، ديجيتال ترانسميشن يبقى انت شغال لسه في الحجره بتاعتك وكل شغلك ديجيتال اللي هو الحاسب الالي اللي قدام منا دول في ديستانس قليل، فعشان كده تلاقي فيه ايرور ريت وبيت ايرور ريت والحاجات اللي موجوده خلطه بين الاثنين لانك انت شغال في حالتين الاثنين مع بعض. خلاص كده يا شباب الجزء ده خلاص اتفهم كويس؟ حد له اعتراض عليه او عايز يقول لي حاجه؟ بس احنا النهارده خدنا تاسك كده صغير عايزكم تساعدوني فيه، ان انت هتستخدم الايه جرافس او تستخدم السكتش انك تجيب لي بعض الرسومات اللي تحدد فيه المشاكل اللي احنا قلناها من شويه اللي هي الديستورشن والنويز والايه الاتنويشن والحاجات دي كلها، ايه تدور لنا عليها وتجيبها موجود. اخش بقى على المحاضره اللي بعد كده.
كأنك بالضبط إيه إحنا بنعمل زي مراجعة كده مع بعض. المحاضرة بقى الرابعة اللي هي ديت إحنا قلنا عليها برضو المرة اللي فاتت، قلنا جزء عليها كده مش كده، قلنا عملية الإيه النويز. هو دلوقتي السيستم اللي انت درسته في الاي ام والاف ام، هل انت خدت اعتبار للنويز ديت وانت بتعمل الاناليسيس بتاعك؟ ها شباب، الكورس اللي انت درسته مع الدكتور محمود عطية في الترم اللي فات اظن دكتور، هو مش المفروض في اللينير موديليشن اللي قبله حضرتك؟ ما هو اللينير موديليشن احنا قلناه المره اللي فاتت، مش احنا قلنا اما جبنا كده السايد باند والسنجل سايد باند وقلنا ناخد الجزء العمودي والجزء مش عارف ايه، مش قلناه المره اللي فاتت كلمه لينير يعني بكتفي بالسنجل سايد باند او الايه او الدبل سايد باند، ما باخدش بقى المراحل المعينه اللي موجوده. وفي الاخر برضه انا هديلك كده زي جدول تفرق بين الاثنين. احنا قلناها المره اللي فاتت برضه، احنا هنقعد نعيد كله بقى المره اللي فاتت، مش نخش في حاجه جديده شويه؟ براحتكم يعني، عايزين نرجع ارجع الدوائر اللي حضرتك، الدوائر اللي كانت حضرتك ما شرحتهاش في الاخر دي في المره اللي فاتت. كانت دوائر ايه؟ طب فكرني كده، هي كانت المحاضره ثلاثة؟ ولا فين؟ ايوه المحاضره دي مش شرحناها ده؟ لا دي مش دي، المحاضره رقم 3. استنى اجيب لك اللي انا عايزه، انا مش شايف فين اللي ما. 3 اهي، هي كانت في 2 يمكن. دي قصدك على دي؟ ايوه دي احنا شرحناش ديت. ايوه لا ده الاخير ده الليدر موديليشن اهو من اول من ايوه ارجع كمان كام سلايد كده دكتور بعد وراء الدبل سايد باند الباور والحاجات دي من اول سلايد رقم 12. 12 استنى كده يعني. هو ده مش الامبليتيود موديليشن؟ لا انت تعرف ازاي طبعا الاي والكيو اللي هي عباره عن الايه الانفيز، والكيو اللي هي الكوادريتشر اللي هي العموديه يعني اللي هي الساين يعني، واخد بالك؟ فك كده الجزء اللي قدام منك ده، اما اقول ان الاي ام والحاجات دي مش امبليتيود ديت، الاي اوف تي ديت يا اولاد اللي هي تعتبر حصل ضرب الامبليتيود في الام اوف تي، بس هو سماها ايه؟ اي اوف تي، بقت متغيره اهي واخد بالك، فسماها في واحد مثلا قسم الجزء في واحد مضروب في كوزاين ده الايه اللي هو يعتبر الريال، والتاني اللي مضروب في الساين ده العمودي عليه اللي احنا بنسميه الايماجينري واخد بالك. انت لو قلت جي هي نفسها تطلع بالسالب موجود، فاصبح عندك جزء اسمه فيه في اي اللي هو الايه الانفيز ده اللي هو بالازرق ده، والجزء الكيو العمود عليه اللي بالساين اللي موجود ده التحليل اللي ايه الرياضي بتاعه. لما تيجي تحسب الكلام ده كفيزور دايجرام هتجد ان الكوزاين ده على محور اكس والساين ده على محور ايه واي، وتروح جايب بقى الاي اوف تي اللي هو القطر بتاعهم ايه اللي هو بتاع فيثاغورس اللي موجود في الاثنين، وده انت خدته قبل كده بتاع كده حصل ضرب الايه الجزء اللي موجود في الاثنين مع بعض كده ده موجود. فذكر يا دكتور ايه؟ فذكر مذكر يعني التكرار يعني فذكر يعني تكرار يعلم الشطار. ايوه خبرك. طيب الجزء ده اناليسيس رياضي انت خدته مع الدكتور محمود مش كده؟ ما اقصدش على الجزء ده دكتور من اول سلايد رقم 12 اللي بعد 12. انا هجيب كله كده وقول لي وقف هنا يا دكتور اهو، انا هجيب من الاول اهو، مش دي اول واحده؟ اخدنا ده كله. ايوه اخدنا ده. ايه لسه الباور تربيع بس اخدنا الباور اخدتوه قبل كده مع دكتور محمود، ده انا بعيد عليه، وده الفوري ترانسفورم. لا بقى
تمام من اول السلايد بقى الجاي. بص ده كده ايه ده اللي فين؟ احنا قلنا ده الريه للجزء اللي هو عباره عن ايه اللي موجود ده للكوزاين ده في التايم دومين. لو خدت له الفوري ترانسفورم هيطلع ده فيزر ديجرام اللي قلت عليه الايه القطره اللي موجود واحد ده كده خدته قبل كده. اللينير موديليشن اهو بقى. ايوه من اول هنا اللينير يعني تاخد ايه قال لك الاي ام والدبل سايد بند ده هل في مشتلع ترددات اسمه اف واحد واف اتنين صح؟ اف سي زائد اف واحد واف سي ناقص اف واحد يطلع لك تردد تاني. مش ساعات ممكن يطلع لك اف اتنين واف تلاتة واف اربعة اللي هو ايه اكتر من ايه من هارمونيك. انا بكتفي بس باف واحد واف اتنين. لو قال لك انه نال لينير اللي هو الحتة ديت نال لينير احنا شغالين لينير ده كأنك بتضرب الاشارة ببعضها وكلمة بضرب فاكرين كده. هقول لك حاجة العناصر اللي هي النون لينير اللي انت درستها ايه؟ اللينير اللي هي المقاومة والمكثف والملف. النون لينير اللي هو عبارة عن الدايود والترانزستور لان الدايود بيضرب الاشارتين فين؟ ده مالتبلاير بيضرب الاشارتين. عشان كده بيقول لك ايه ان الاشارة اما اقول لك زي او الدايود اهو والفيت دول ايه؟ لينير ولا نون لينير؟ نون لينير. فانت اذا استخدمت اللينير والنون لينير بيطلع لك اكتر من هارمونيك في الدايره. يعني اديلك على سبيل المثال لما تيجي تقول لي في الدايود الخارج بيساوي كام؟ بيساوي الدخل مثلا بيتناسب مع الدخل يا اما بالزياده او بالنقصان. هاف ويف ياخد نص الموجه فول ويف الخارج انا بتكلم الفول ويف ياخد الموجتين مع بعض مش كده؟ بس يعني حاجة مضروبة في الإشارة. مش ممكن تلاقي أكتر من خرج يعني بعد شوية ألاقي لا ده لسه فيه هارمونيك أخرى بتردد آخر. بس إحنا بنهمل الإيه الهارمونيك أو بلاش. أنتوا خدتوا الفوري سيريز؟ أيوه. أي إشارة في الدنيا لما تحب تفكها بتبقى فيها إيه؟ دي سي كوزاين الاول الايه او الثابت اللي موجود دي سي او بعدين في هارمونيك كوزاين وهارمونيك ساين وبعدين ترجع تاني تلاقي الكوزاين التردد تضاعف بقى 2 اف 1 3 اف 1 4 اف 1 5 اف 1 كل مره بيزيد والتاني بيزيد. لو انا عايز اكتفي باللينير اكتفي بايه؟ الدي سي واخد الساين الاولاني والكوزاين الاولاني بس واهمل الايه الهارمونيك الاخرى. مش انت خدت الفري سيريز كده لا اكتر من هارمونيك او اكتر من مركبه؟ ايوه انت ما حد يفكرني بس ايوه هو الموديليشن هو مالتبلاير والمالتبلاير بيتحول في الاخر الى سميشن من الهارمونيك. المالتبلاير جمع اللي هو بعمل سميشن اوف كذا كذا كذا. فكلمة لما بقول linear modulation يعني بكتفي بالايه بالسنجل سايد باند او الدبل سايد باند يعني الفريكونس اللي على الشمال واليمين بس لان في بعد كده ممكن ازود اضاعف التردد الاقي فيه اشارات اخرى موجود. اما الايه اللي قال لك اللي بيقول لك ايه ساعات يقول لك اصل انت اما بتعمل باند ويتس صغير بتاخد جزء من الاشارة لما تكون عايز تزود الباند ويتس اجيب الاشارة كلها لان بجيب كل الهارمونيك. اديك مثال تاني كلنا بنتكلم لغاية 4 كيلو هيرتز بس هل كلنا كده 4 كيلو هيرتز بس ولا في ناس أعلى من كده؟ صوتي وصوتك مش ممكن تلاقي تردد عند 300 هيرتز وعند 400 هيرتز وعند 1 كيلو وعند 4 كيلو. عايز أجيب صوت محمد نصر كله اجيب فلتر على قد الهارمونيك اللي فيه لانه في الاخر مالتبلاير. طيب نفس الكلام ما احنا بنقول التليفون الباند ويدث بتاعه 4 كيلو بس لان اغلب الناس التردد اللي هو اعلى من 4 قليل لكن في جزء من الباور بيروح واخد بالك. فعشان كده قلنا الايه ان الانالوج مالتبلاير والسبيشال سيركت اللي موجوده كلها زي الدايود والفلد كلها ديت فيها هارمونيك اخرى بتضيع فيها بس انا ما بهتمش بها قوي باخد بس الباور الكبيره اللي موجوده في اول هارمونيك وتاني هارمونيك.
او بلاش نقول هارمونيك بقى، في اول تقريب واخر وايه واقرب تقريب، ما باخدش اللي بعده واللي بعده واللي بعده. مش عارف وصلت المعلومه دي ولا لا. ها ايوه تمام يا دكتور، فهم وصلت شويه. اه تمام. يعني لما يكون عندك مثلا بلس او سكور ويف، لما تيجي تحولها لصين، هل فيها ساين واحده وكوساين واحده؟ لا، فيها هاير فريكوانسيز كتير. اه الهاير فريكوانسيز دي اسمها نون لينير. لو عايز تجمع كل، لكن عشان كده انا خدت الايه الاولى والثانيه. الاولى والثانيه دي بيسموها لينير، يعني تناسب طردي، ما بيجيبش بقى التربيع والتكعيب والحاجات اللي انت ادي معنا كده. وديت بقى إيه الحاجات اللي انت خدتها قبل كده دوائر، بس هنا دوائر بقى اللي انت خدت الحاجات دي كلها، خدت حاجه اسمها سكوير لو موديليتور، خدتها مش كده؟ احنا خدنا التشوبر كمان دوائر. يعني شوف اللي قدام منك دي دوائر عمليه بقى، لان الكورس بتاعنا دوائر عملي، ما بيجيبش بلوك دايجرام ويقول لك كوزاين، ما بيجيب لك بعض الدوائر العمليه لها علاقه في الايه موضوع. انا عمر هخلي برضو المعيدين بس ايه معاكم في السكشن ايه يراجعوا معاكم الجزء ده كده، بحيث ان انت ايه تبقى فهمت الجزء ده متظبط فيه كده. احنا اتفقنا ان كلمه سينكرونس يعني ايه ديتكتور والسينكرونس ديتكتور، يعني في سينكرونس اهو اللي هي الزرقاء دي. يعني ايه سينكرون؟ كلمه ديتكتور يعني دي موديليتور، يعني في الايه في الريسيفر. وفي حاجه اسمها السينكرونس يعني عكس السينكرونس، يعني ده متزامن وده غير متزامن. حد كده يفكرني بيها؟ سينكرونس بستخدم نفس الكارير اللي في الترانسميتر. مش بستخدم، ببعت الكارير. أوه. ببعتها، يعني الراجل بتاع الكارير اللي هناك بقول له انت شغال على كذا. طب عشان يبقى الديتكتور بتاعتك سينكرونس، المعادلة بتاعته تبقى المعادلة ديت، يعني شوف كده هوريك حدا حاجة كده موجودة اهو. المعادلة دي تعتبر ايه، سينكرونس ولا السينكرونس؟ بص المعادلة اللي هي الاي ام سيجنال دي، ده سينكرونس ولا اسينكرونس؟ سينكرونس. ليه؟ لان الواحد اللي هنا ده فك القوس ده كده، بعت الاشاره بتاع الخارج ده، الجزء اللي جوه ده اللي هو اوميجا سي ده، ده الكارير. لما يتضرب في الواحد هتبقى اي سي كوزاين اوميجا سي تي، واخد بالك؟ يعني حتى لو اهملت الفاي اوف تي دي هيبقى كوزاين. يبقى انت بعت الكارير زائد ايه الجزء بقى الثاني اللي هو ايه ميو اكس اوف تي في الكوزاين، ده الموديليتنج سيجنال، ده اسمه الايه داخل الموديليتنج سيجنال مع الكارير. انما الثانيه انت بعت الكارير معاه، يبقى طالما بعت الكارير للريسيفر يبقى ده اسمه سينكرونس، يعني بتقول له خد. يبقى بس خلي بالك احنا اتفقنا ان الباور اللي موجوده في الكارير تقريبا 75 او 30 الباور بتضيع، فانا ببعت الكارير ليه؟ ما انا بضيع كده الباور، فاحسن لو خليت اخليه ايه يعني السنكرونس، يعني هو من نفسه يخلق الكارير مو، لان هي موجوده مستتره جوه الايه الانفورميشن كارينج بارت دي اللي احنا. يبقى دي الكارير اهي، وديت الجزء اللي موجود فيه. يبقى اما اقول لك اي ام سيجنال اعرف انها سنكرونس، الثانيه اعرف انها ايه السنكرونس اللي موجود. فهو كان بيدي لك الفرق بين الاثنين من ناحيه الكفاءه او من ناحيه الايه الافشنسي، اخد السنكرونس ولا السنكرونس. بص شوف الرسمه دي كده، الواي اوف تي ديت ده خط، والثانيه السنكرونس اهو بعت الكارير معاها اهو، يبقى الاثنين مبعوتين ولا طيب ايه بقى كلمه الانفلوب ديتكتور ده؟ مش جات عباره عن الموديليتد سيجنال؟ دي شكل الاشاره المبعوثه بعد ما عملناها اي ام موديليشن، اما دخلت على الدايود ده حصل لها ايه؟ ما انتوش معايا.
عدى البوزيتيف هاف بس البوست الجزء اللي هو الجزء اللي فوق ده. برافو عليك. شوية المقاومات والمكثفات ده انا شرحتهم قبل كده شرح يعني ما يتنساش. مكثف توازي ومكثف توالي. وهات شاطر يقول لي وكان فاكر معاي المكثف سي واحد وظيفته ايه وسي اتنين وظيفته ايه. هي كلمة ار واحد وار اتنين انساها، ده لود ده حمل وحاجة تنعيم يعني، بس في الاخر هو حمل يعني. انما هي الخطورة في سي واحد وسي اتنين. مين الالفة بتاعكم؟ مين الاول بتاعكم؟ عشان بس عدي المكثف اللي هو سي الاولان ده عشان عدي اللو اللوت. لا قول اسمه بس، قول اسمه، قول اسمه سي واحد ولا سي اتنين. هو سي واحد بعدي او قول لي مثلا او قول لي مثلا المتصل توازي او توالي. هو سي واحد ده بعدي اللي هو لو فريكوانسي بس تردد واحد، السي اتنين بشيل الدي سي. يعني بس انت اشرح لي سي واحد شوية. السي واحد اللي هو عن تكت التفريغ والشحن اللي هو الانفلوب بيعدي على الرموز. يعني الانفلوب هو اللي يعد، هو اللي يخش على السي واحد ولا الكارير اللي يعدي على السي واحد؟ لا يعني خلي بالك الجزء تحت الخط الافق التحتاني ده، ده يعتبر ارضي صح؟ اي مش كده ولا ايه؟ يعني النقاط دي، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي متصلة بإيه؟ أو النقطة دي أو النقطة جرام. برافو عليك. فالإشارة داخلة على سي واحد هتروح فين بعد الكارير اللي هيتوصل بالأرض؟ كده الكارير هيروح في الأرض وهيلاقي الممر بتاعه في السي واحد أفضل صح؟ هيلاقي إيه؟ الممر بتاعه أو الباس بتاعه ثرو السي واحد، يبقى يروح في الأرض. أنا عايز الكارير؟ لا خلاص، ما هي هو وصل المعلومة خلاص، وظيفته كده انتهت، كتر خيرك يا كارير، مش عايزك بقى، خلك يروح في الأرض مع السلام. طيب المعلومة التانية اللي هي الانفلوب اللي فوق ده، ده المعلومة بتاعتك، ده الانفورميشن، عايزها ولا مش عايزها؟ عايز. عايزها. تعدي على السي واحد، تيجي على السي واحد هنا موجود. بس اتنين للأسف. بس للأسف ايه، يبقى سي اتنين هيمرر الانفلوب، بس للأسف الانفلوب مش جاي لوحده. نايز. جاي معاه ايه؟ جزء دي سي اهو صح؟ جزء دي سي، يعني كأنك بالظبط الايه اللي هو الارتفاع من الصفر ده لغاية هنا كده، عشان ايه اللي هو زي عايز في الاخر يطلع لي زي ده، خبالك. فانا عايز ايه ده، كأنك بالظبط كده رفعت ده فوق لشوية ركبته على دي سي، انا عايز امنع الدي سي ده، مش عايزه. المكثف سي اتنين يعمل ايه؟ الدي سي تردده كام؟ صفر. صفر. الاكس سي اتنين بالنسبة للدي سي هيبقى اوبن سيركت، يعدي الدي سي؟ لا ما يعديش، يبقى التردد هيعدي على المقاومة على الحمل يطلع. عشان كده سماه انفلوب ايه ديتكتور على الموجود اللي احنا عملناه كده. اتفهمت الكلام ده ولا لسه؟ تحليله بقى الرياضه زي ما انت شايفه اللي هو بقول لك عمل بقى انالايز، يعني تحليل رياضي. خلاص يا اولاد الحاجات دي كلها اذا لقيت فيها صعوبه ولا حاجه بسال فيها في السكشن او موجود، بس الدايره شوف الرياضه عملتها الدايره دي. ده الفرق بقى بين المهندس وبين الايه المحلل الرياضي. هي طبعا الرياضه سابقه العملي، بس هاو تو كونفيرت المعادله الرياضيه الى دايره عمليه تعمل الكلام ده، ده وظيفه الكورس بتاعنا اللي هو بيدي براكتيكال سيجن. ارجع تاني بقى خلاص كده ولا خلاص؟ دي كانت محاضره كام؟ ضيعت المحاضره منك لله اللي سالتني مين. طيب نخش على المحاضره 4 بقى ولا مش هنلحق دلوقتي؟ هقول بس حتة صغيرة، احنا شغالين في الاي ام دلوقتي يا اولاد مش كده؟ بس اللي انت درسته مع الدكتور محمود عطية كانت الاشارة يعني ايديال سيستم ولا كان نوع كان براكتيكال سيستم؟ ما خدناش نويز خالص الدكتور معاه. النويز يبقى براكتيكال. يبقى براكتيكال، احنا كنا واخدين ايديال.
ايضا. فاحنا الرياضه ايضا هنا بقى البراكتيكال ندخل يا ترى وجود النويز ايه، يعني الدائره العمليه بتاعتنا هتلاقي فيها نويز بقى. مسكلك قال لك ايه عنوان المحاضره الافكت اوف اويز اون اير كوميونيكيشن سيستم، يعني ايه التاثير. شرح شويه انترودكشن كده وقال لك هناخد الافكت للنويز بتاع الامبليتيود موديليشن. واحنا قلنا الامبليتيود ان انا ببعت معاه كارير صح، ببعت معاه الايه الكارير اي ام، يعني معاه كارير وممكن يكون كمان فيها ايه فيها دبل سايد باند وممكن يكون فيها سنجل سايد باند. وقال لك برضو الافكت اوف نويز اون انجل موديليشن، الانجل موديليشن اللي هم ايه يعني ايه كلمه انجل موديليشن دي، احطها بالاحمر كده عشان تشوفوها ولا مش ايه، وديت ايه امبليتود موديليشن اهيت، وراح واخد لك حاجه ثانيه البي ال ال ايه رايكم؟ شجعوني شويه. قال لك this lecture deal with ايه، انا مش هخزن يعني هاي الدرجه. المحاضره دي بتعمل ايه بقى؟ امبليتيود وانجل، ما حدش قال لي يعني ايه كلمه انجل موديليشن، يعني فيز موديليشن وفريكونسي موديليشن وليه سموها انجل؟ عشان هي قدام الكوزاين، الكوزاين انجل صح؟ الفاي، الفاي اوميجا سيتي زائد سيتا ولا حاجه، اللي خد بالك اوميجا سيتي، الاوميجا سي ديت اللي هي فيها تردد 2 باي اف، وممكن يبقى في الفيز، فعشان كده قال لك كله انجل موديليشن. طب ايه البي ال ال ده؟ فيز لوك دولوب. خدتوا الفيز لوك دولوب؟ لا يا دكتور. ايه؟ لا. خدتوش خالص؟ احنا خدنا الاثنين الاولين. في الاف ام عملتوا ديتكشن بايه؟ الديتكشن. في الاف ام ولا ما خدتوش اف ام؟ طيب وقتها اما يجي بقى نبقى نتكلم عليها. جاب لك هنا الافكت اوف نويز ان ايه، انا بس هنا يعني هسيب ايه هشرح واحده والحاجات دي كلها الاثباتات بتاع النويز دي كلها هتتشرح في السكشن كمسائل بقى. الاول خالص يعني ايه كلمه بيس باند سيستم، دبل سايد باند سبريسد كارير اي ام، سنجل سايد باند اي ام، والكونفنشنال اي ام. يعني ايه كلمه كونفنشنال اي ام؟ كونفنشنال اي ام يعني مع كارير، انما الاثنين دول بدون ايه بدون كارير. هو عمل الباور اللي قدام منك، قال لك دلوقتي حاليا انا شغال في باند ويتس اسمه اي دبليو، اي سيستم اي لينير سيستم. وكلمه بيس باند هنا كلمه بيس باند يعني ايه؟ يعني سيستم التردد بتاعه منخفض في البيز منخفض، بتكلم بصفه عامه دلوقتي. قال لك الباور اللي موجوده في النويز، بصوا كده النويز باور، النويز باور اللي انا اعلم عليها دي التكامل من ناقص دبليو لدبليو في لان نوت على 2. طب جاب ان نوت على 2 منين؟ اللي هي عباره عن الباور يا اولاد اللي انا قلت عليها في الهوايه نويز هتسمها ان نوت على 2. يبقى ان نوت على 2 الباور بتاع الايه الهوايه نويز اللي ثابته موجوده بس في خلال رينج معين هنكملها فيها، اللي هو بالنسبه للدي اف انا شغال فريكوينسي دومين طلعت لي ان نوت في دبليو، يعني حاصل ضرب الايه الان نود ديت على 2. هي بيسميها انه تعريف الان نود، والان نود ده هنعرفه بعدين. طيب السيجنال تو نويز ريشيو بتساوي كام؟ السيجنال باور او الباور بتاع الريسيفر على النويز اللي قدام مني، يعني الايه البي ار، ار يعني ريسيفد باور كلمه بي ار، والبي ان او اللي هي بتاع النويز ايه النويز باور عشان ان نوت يعني اللي هي هوايت نويز. الحته دي فيها صعوبه عليك؟ كأنك بالظبط بتقول المساحة المستطيل بتساوي كام في كام؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في كام؟ طيب ايه رأيك في دي؟ ده ايه؟ ده الطول
والاف اللي هو البند ويتس العرض. طب كملت ليه يا دكتور؟ لان انا باخد وزن رينج والباور كلها ثابته فكان بكمل الدي اف، لان طلع الان نوت بره علامه التكامل الاف ما كملتها طلعت دبل، يبقى كانها مستطيل ولا لا الطول في العرض. اهي ادي مساحه المستطيل اللي هي باور يعني، وادي النويز اللي قدام مني اللي موجود، عمل لك رسم لك الرسمه اللي اسمها ان نوت الى وايت نويز، والجزء اللي فوق ده اللي هو ده احنا بنسميه الفوري ترانسفورم من الباور، وباجي هنا عند ده سالب دبلو كده زائد دبلو، وهنا ايه ناقص دبلو، وبعدين في الاخر بايه مكامل الباور. الحدة دي قدام منك اللي احنا سميناها ديت ان نوت اللي هي كيتي على اتنين اللي هو ايه يعني ايه كلمة عارفين البولتزمان كونستانت، لان تمبريتشر ده الكي اللي هو البولتزمان كونستانت، والدي اللي هي الدجري التمبريتشر بالدجري كيلفن. الدجري كيلفن ايه علاقتها بالدجري سنتيجريد؟ حد عارف؟ ها؟ الدجري كيلفن بولتزمان أول مرة 273 أي جدع يا ولد بتساوي 273 زائد ديجري سنتجري. درجة الحرارة عندنا في مصر كام النهاردة مثلا؟ حوالي 20 درجة مئوية. طيب أنا عايز أحولها إلى ديجري كيرفي، أجمع عليها كام؟ 273، واخد بالك؟ فكان يقول لك زمان درجة حرارة الغرفة 300 ديجري كيرفي، اطرح 273 من ال 300 دول تطلع لك درجة حرارة الغرفة اللي احنا بنشتغل عليه. بولتزمان اللي هو الشخص اللي طلع العلاقة دي وعملها لنا ومدلنا القيم دي كلها في المسائل بتجي لك يعني، بس تبقى فاهم مرة درجة الحرارة بتساوي كام، وده بتساوي ان نوت على 2، لان الكلام ده احنا عملناه تكامناه ومحسوب قبل كده في الجزء اللي موجود، وده اللي احنا بنسميه الباور سبيكترال دينستي. واد شاطر يقول لي باور سبيكترال دينستي مرت عليك؟ باور سبيكترال دينستي. ايوه يا دكتور. مرت عليك فين؟ اللي هو في الترم الاول اللي هي بتاخد فيها ايه؟ اللي هو توزيع الباور، توزيع الباور بالنسبه للترددات المختلفه في السبيكترم. شاطر، بس قول لي ايه علاقتها بالكوميونيكيشن؟ خدت الكوريليشن؟ خدناها يا دكتور. ايه كلوس كوريليشن؟ الكوريليشن تايم دومين ولا فريكوينسي دومين؟ تايم دومين. تايم دومين صح، لان ايه كنا بنكامل اف واحد في اف دي ناقص تاو دي تاو يبقى كله دايم في التايم. لو انا خدت الفري ترانسفورم للكوريليشن تطلع ايه؟ ملتبليكيشن. تطلع الباور سبيكترال دينستي. يعني الباور سبيكترال دينستي هي الفوري ترانسفورم للكوريليشن. لو الاشارتين الاثنين لهم بينهم كوريليشن هيطلع باور ولها قيمه، لو ما فيش بينهم كوريليشن اللي هو كروس كوريليشن مثلا هتطلع الباور سبيكترال دينستي ما فيش زيرو خلاص موجود. وبالتالي ان الباور سبيكترال دينستي ديت اللي هي عباره عن الايه الاف داله في التردد اهيت، وغالبا بتساوي كام؟ اس اوف اف كي على 2 اللي بتاع كده، وطلع القيمه. عشان كده دايما يحطها لك في الايه بالفريكوينسي دومين كده اللي هي اس ان اوف اف اللي هي الفوري ترانسفورم للاشاره الموجوده، بس طلعها ثابته خلاص مع الباور اللي موجود. ماشي. الكلام ده فين اللي انا قلته ده؟ في البيس باند. طيب تعالى بقى هوايت بروسيس اللي احنا قلنا عليها لان كلها بتدور لابل، تعالى بقى نشوف الدبل سايد باند ايه اشتغلت ازاي. هو جاب المعادله، المعادله دي غريب عليك، فك المعادله ديت بالشكل ده النويز اهي، بص ال ان اوف تي، وقال لك ده الترانسميتد سيجنال بتساوي الاي سي في الام اوف تي في الكوزاين، وفعلا احنا خدنا الكلام ده، الام اوف تي اللي هي المعلومه والاي سي اللي هي الامبتود بتاع الكارير، والكارير اللي موجود اهي ادي الريسيفد سيجنال على الريسيفر. بقى الريسيفد سيجنال مش هتبقى زي دي كده، هتتاثر بايه؟ بالنويز.
راح عامل لك ازاي؟ قال لك بعد ما فيه نويز موجودة اللي هي الانفيز بقت ان اوف تي بتساوي ايه اوف تي مضروب في الكوزاين دي اتضربت اللي بتساوي الجزء اللي موجود ده اللي هو ساين وايه وكوزاين، بقى فيه نويز موجودة في الايه مع الكوزاين بتاع الكارير، وفي جزء من النويز موجودة برضو ليها زي ما احنا عملنا نفس الكلام. طب انا الجزء اللي هو مع انفيز اللي هو عبارة عن ايه مضروب في الكوزاين هيتجمع مع الاشارة، والجزء الثاني هيتجمع مع الاشارة، فاصبح دلوقتي حاليا الكومبوننت بتاعك اللي موجود هيبقى ايه الاشارة الاصلية زائد ايه زائد النويز، مش كده؟ اللي فاتت كانت الاشارة الاصلية، ومثل الإشارة الأصلية بالمعادلة الإيه اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي كوزاين في كوزاين. طيب وعمل النويز قال لك برضو عبارة عن مركبتين اتنين، مركبة جمعت جزء الريال بتاع الإشارة مع الجزء بتاع النويز، واطرح برضو الجزء بتاع النويز اللي في الصين اللي موجود، قال لا طب وفين الجزء الثاني بتاع الكارير اللي موجود؟ جمعت الاشاره اي سي ام اوف تي اللي هي الاشاره الحقيقيه بتاع الاي ام موديليشن، ورحت جمع عليها بتاع الكوزاين. طب الساين سبتها ليه؟ حد يعرف؟ انا مش عايزها. هو في حاجه يا ولاد اسمها ايماجينري؟ مش حاجة اسمها إماجن، بس ساعات كأمبليتود ما بت إيه؟ إما بدخل ده على فلتر بقى الإشارة دي كلها تايم دومين، أخد ده الفريكونس دومين ودخلها على فلتر له باندويتس اسمه دابلو، هنشوف يطلع شكله إيه. طلع شوف الأناليس اللي قدام منك ده التحليل الرياضي اللي في الآخر هتصل منه إن الإيه إن الإشارة بتاعتك هتطلع بالشكل اللي أنت إيه طلعته قبل كده. ممكن كفايه كده بقى دكتور ولا سامع حضرتك تحب؟ انتوا زهقتم؟ هو المفروض الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 1 ل 10 12 و10. لا هو المفروض الميعاد بتاعها يخلص امتى؟ 12 و10. يعني احنا خدنا اكتر من حقنا؟ لا يا دكتور احنا المفروض من 12 ونص و5 يعني خدنا زياده بس حاجه بسيطه 11 الى 5. طيب ماشي، والفتره ساعه ونص، فتره ونص ساعه ونص 10 فتره ونص ساعه ونص. انتوا عايزين تحسبوا مش فتره ده. واحده هي فتره ونص اصلا عايزين تحسبوا. يا دكتور يا دكتور اخرنا الساعه 1 الى 10 فكرة الى 10 يا دكتور. طيب اللي على مفروض الـ الـ المهندسه مريهان دخلت يا اولاد، هي دخلت وخدت الغياب ومشت. العدد كام دلوقتي؟ 101 من حضرتك. 103. الناس اللي دخلوا بعد 84 دخلوا امتى؟ بنعرف بقى. انا هاخد مرة قبل وبعد. الشيت موجود فيه المواعيد يا دكتور. اه. الشيت موجود ده دخل امتى وخرج امتى. ماشي يا حبيبي. طيب خلاص انتوا يا مزهقتم. طب بس انا عايز بس ايه يعني اتمن بس ان الحته اللي انا عملتها دي في النويز مفهومه، بس افكر ثاني كده الاشاره دي ايه. اشاره مثاليه صح؟ ايوه يا دكتور دي المثاليه مش كده. طب الاشاره دي ايه؟ النويز. نويز صح، زي ما انت بتقول ان عباره عن كارير في الام اوف تي في الكوزاين، هنا برضه الكارير في الكارير هو موجود اللي قدام منا اللي عملناه وحولناها الى جزء على الكوزاين وجزء عمودي على الكوزاين اللي هي الساين. يعني يبقى دي ايه؟ هجمع ده مع ده اللي فوق، واخد بالك؟ طلعت لي حاجه زي كده اللي هي الايه؟ راح تعمل ار اوف تي اللي هي الموديليتد سيجنال عباره عن الجزء المثالي او المعلومه زائد النويز اللي موجود، هشيل ديت واحط قيمتها واشيل دي واحط قيمتها، اجمع الكوزاين مع الكوزاين والصاين مع الصاين
اللي موجود، بس الصين بتاع الاشاره مش عندي، فانا ايه بحطه بس كده عشان ابين لك الجزء اللي موجود، وبهتم فقط بالايه بالجزء مع الكوزين. ليه؟ لان الجزء بتاع الكوزين هو جزء ريال، اما الجزء بتاع الصين ده جزء عمودي ايماجينري، وايماجينري يعني تخيلي، يعني في الرياضه بس، لكن في الحقيقه مش موجود، واخد بالك؟ فاصبح الايه الاثنين مع بعض مش بيخشوا على فلتر لو بس فلتر لو باند ويدث اسمه دبلو. ليه؟ لان انا في الريسيفر عايز ارجع الاشاره تاني لاصلها، فباخد البند ويدث بتاعها اللي اسمه دبلو. طب دبلو ده كان موجود في البيس باند، طب ما هو برضه في الدبل سايد باند كان بيس باند، لان برجع الاشاره للاخر الصوت. فعشان كده قال لك ان احنا بناخد البند ويدث دبلو، وده يعتبر بيس باند سيجنال، يعني عايز يقول ان الاشارات اللي كانت بتتاخد في البيس باند الدبل سايد باند ايه شكلها، واخد بالك؟ الاثنين بيدوك نفس الباور اللي موجودين في الدبل سايد باند. خلي بالك دي كان فيها ايه الجزء ده سبريزد كارير ولا ما ولا كان فيه كارير؟ ما فيش كارير سبريزد، لان ما فيش حاجه لوحدها، يعني ما فيش كارير لوحده، وده التحليل الرياضي بتاعه اللي موجود، وهذا الباور اللي ايه اللي طلعت قدام منه. وحد يقول لي بس ليه سميناها 8 كور على 4 وربع الباور؟ طيب يعني هبقى اكمل المره الجايه طالما انتوا ايه مش موجود، وهنخليها بس في السكشن ولا حاجه تعمل الكلام. ماشي يا شباب، حد عايز يسالنا اي سؤال؟ مفيش حد عايز يسالنا حاجه؟